مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم مع المغاربه، وحنا في اخر جمعه من الشهر المبارك، شهر الرحمه، شهر المغفره، شهر العتق من النار. اكيد كنحاول هذا الشهر اننا نتحلو او نحيد شي حويجات خايبين كانوا فينا، شي حويجات زوينين نزيدو ننميوهم، نزيدو نحاولوا اننا نتعاملوا بهم اكثر. يعني كنشوفوا هذا الشهر يعني كيكون تسامح اكثر، كتكون الرحمه بين الناس اكثر، حتى سبحان الله حتى الصداقه. يعني كنشوفوا بزاف الناس يعني كيتصدقوا، يعني كنحاولوا كاع الاعمال اللي غتقربنا من الله سبحانه وتعالى اننا نكثروا منها في هذا الشهر المبارك. يعني كل على قدره استطاعته، بالعكس كاين حتى بعض الناس اللي كيكون يعني مدمنين يعني على السجائر او لا شي حاجه، فكيحاول في هذا الشهر المبارك بعد الافطار يقلل منها، وكيقول لك سبحان الله راك كناخذ هذا القدر وليت كناخذ هذا القدر، وكيبدا بشويه بشويه، وكتكون عنده واحد الرغبه كاع انه يتخلص من هذا الادمان. يعني اي حاجه فينا خايبه، كاين الناس اللي عزيز عليهم مثلا الهضره او لا شي حاجه كينقص من الهضره، كاين الناس اللي كيكونوا خدامين وفي العشر الاواخر كياخذ كونجي او لا شي حاجه، دائما كتلقاه في رمضان باش كي يعني كيف كنقولوا داك الاعتكاف والتقرب لله سبحانه وتعالى. يعني بزاف ديال الحويجات في الشهر المعظم كنحاولوا نحيدوهم الخايبين كيف قلت لكم، وكيف قلنا والحوايج الزوينين كنحاولوا اننا نكثروا منهم. من بين الاشياء اللي كنشوفوا في رمضان هي سمه ديال التسامح. يعني بزاف الناس ربما كتكونش كتهضر معاه ولا في شي مشكل، عاد كيفاجئك اتصال هاتفي، عاد كيفاجئك انه يجي عندك للمنزل، اولا ما كتكونش كاع كتلاقاو في الطريق ويجي هو يقصدك ويسلم عليك، اولا اتصال كيقول لك كنطلب منك المسامحه. كذلك كاين بعض الابناء كيطلبوا المسامحه بكثره من الوالدين ديالهم. انا كنعرف الوالدين الله يسمح لنا من الوالدين شويه كنديروا عليهم شويه الفشوش، شويه كتكون احيانا مع الوالدين كنعرفوا لان قراب منا بزاف فكنديروا عليهم شويه الدساره، فبالتالي في هذا الشهر يعني كيكون داك السيمه ديال التسامح، وحتى الطريقه ديال المعامله كتبدل. يعني الدين ديالنا الحنيف اكيد كيحث على التسامح، كيحث على العفو، كيحث على الرحمه. قال تعالى في كتابه العزيز: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني الدين ديالنا كيحث ان العفو عند المقدره واللقدة سبحان الله العظيم. يعني الانسان فاش كيدير فيك شي حوايج خايبين وانت كتسمح ليه كيعاود يدير فيك وكتزيد تسمح ليه، فاش كيجي واحد النهار هو كيحشم من راسه. وخير يعني قدوه لينا في المساله ديال التسامح بزاف العديد من الاشياء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كنا يعني في القصص ومجموعه من الاحاديث كيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيتعامل مع الناس اللي كانوا كيسيئوا ليه، كيفاش كان كيقابل هذيك الاساءه بالاحسان. سبحان الله العظيم، يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه. يعني هذه المساله وهذا هو السؤال ديالنا اليوم، وكنتمنى الاتصالات 0682 01 88 23 06 82 01 88 23. شكون هما الاشخاص اللي بغيتوا تطلبوا منهم المسامحه في هذا الشهر الكريم؟ كنعرفوا ان الشهر دائما ما كنبغوش نخرجوا من رمضان، يعني ما كنبغوش يكون شهر رمضان يعني شهر الامساك يعني عن الاكل و الجماع، يعني شهوتي البطن والفرج. يعني ما بغيناش كاننا غير جيعانين هكا صافي مربوطين، ومن بعد ما كيوصل المغرب صافي كناكلوا صافي ها هو سال رمضان. لا، رمضان بغيناه يكون ان شاء الله باذن الله تعالى من الناس اللي رحمنا الله وغفر لنا وعتقنا باذن الله تعالى. بغينا يكون هذا رمضان اكتسبنا فيه بزاف ديال الحوايج، بغينا نكونوا هذا رمضان نكونوا حنا السباقين ونهزوا التليفون ونتصلوا بالناس اللي غلطنا فيهم او اللي غلطوا فينا ونطلبوا منهم السماحه، ونقولوا هذا شهر الغفران. كيف كنقولوا راه كنقولوا هذه المساله لحس الذنوب عليه، ماشي كنقصدوا اننا نلوحوا الذنوب عليه، ولكن كنقولوها ليه. يعني ما فيها باس بزاف ديال الحالات، وخاصه في الاسر كتبقى واحد ما كيدويش مع خوه، واحد للاسف مقاطع حتى والديه، واحد لحقاش كاين نسوبيه والعلاقه ديال النسوبيه ما كيمشيش عند نسابه، واحد مدابز مع جارو ربما كتكون حتى الوفاه وما كيمشيش حتى يدق بابه يعزيه. يعني بغينا هذا رمضان يكون فرصه اننا نصلحوا من راسنا، يكون فرصه لان فاش
طلب المساعدة وملي كتعتذر راه هي قوه، راه ماشي ضعف. ماشي غنقولوا لا الا هزيت التليفون واتصلت غيسحب راسو، واش انا ضعيف قدامه؟ غيسحب راسو واش غالبني؟ غيسحب راسو؟ لا، نساو حنا كاع دوك الافكار، وانما غنعتبروه قوه. راه ماشي سهل انك تعتذر، شحال من واحد كيحس براسو غلط وكيحس براسو داير بزاف ديال الحوايج خايبين، ولكن باش يجي عندك يقول لك انا غلطت في حقك وسمح ليا، يعني ما كيقدرش. وهذاك هو الضعف. القوه هو انك تقدر تعترف بالخطا ديالك، تقدر تطلب المسامحة من الناس، تقدر انك ولو انهم هما اللي غالطين فيك تهز التليفون ما فيها بس وتبارك في ليهم العواشر، وكتكون دائما في واحد القيمة اللي هي كبيرة لا عند الله سبحانه وتعالى ولا بين الناس والاقارب. يعني دائما وهذه المسألة كنقول لك هذاك الشخص راه قلبه بيض، يعني ولو انه يتناقش معاك او لا شي حاجه كينسى كاع واش ناقش معاك، وكيجي وكيدوي معاك عادي، يعني في قلبه اصلا راه مسامح، ما بقاش ديك الضغينه وما بقاش هذاك الحقد في القلب. وهذا هما من الحويجات الزوينين اللي بغينا اننا نتحلاو بهم في هذا الشهر المعظم. وعلاش اللي يبقاو معنا طيله السنه؟ كيف كنعرفوا ان هذا الشهر فحال يعني العلماء الافاضل يعني كيقول لك هذا الشهر فحال ان واحد البطاريه وكنشحنوها، يعني ان شاء الله نتمنوا انها تشحن 100%، وهذاك الشاحن ديالها هو اللي كيستمر فينا مع الايام. كنتمنوا اننا ان شاء الله يكون هذا رمضان اننا تشحننا بالايمان، تشحننا بالخصال الزوينه، وتمشي معنا ان شاء الله باذن الله تعالى حتى رمضان الماجي. نتمنوا خير يا ربي للجميع وبزاف ديال الناس، يعني اللي ولينا كنشوفوه ولاو كيخرجوا على حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيقدموا الاعتذار ديالهم. يعني بزاف الصور اللي ما غنشوفوا جوج ديال الصور ديال تقديم الاعتذار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطلب السماح. نخليكم مع الفيديو الاول. نضجت اليوم باش تعتذر. الاعتذار راه ثقافه، ولكن ملي كيكون اعتذار صريح وخارج من القلب، والتوبه راها ملي كتكون صريحه ابواب التوبه راه كتكون مفتوحه، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. كيبقى لكم نتوما مشاهدي قناه شوف تيفي القرار واش تسمحوا لنا الدوله ما تسمحوش ليها. اكيد اغلبيتكم قال لك حنا ما غنسمحوا لها، تنشوفوا داك الشيء تجسد في ارض الواقع. حنا ما تنبغيو العقاب لحتى شي واحد، ما كنبغيو حتى شي واحد انه يتكرفص. كتبقى طيشه وكتبقى ام. سمحوا لي انا كنطلب السماحه مره اخرى من المغاربه كاملين داخل وخارج ارض الوطن. انا اقسم بالله ما قصدت بها، انا فقط بغيت نبين لكم بان داكشي راه ماشي هو الحقيقه. انا بينت لكم الحقيقه واليوم غادي تبين لكم. سمحوا لي بزاف بزاف والله. شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تيفي والى اللقاء. باي باي. بغيت نقول ليها تسمح ليا وترجع ليا قدام خوتي المغاربه. انا كنطلب منها وبغيت حتى هما يطلبوا معايا ترجع ليا ورجع وليداتنا. انا واخا عشت بالزوجه ديالي واحد العذاب بهذيك الهضره، انا عشت واحد العذاب كثار منها. انا طلب منهم السماحه قدام المغاربه كاملين، الخوتة والعائله ديالها كاملين، تنطلب منهم السماحه. ودوك الوليدات ما بغيتهمش يعيشوا بعاد عليا، وسيرتو باقيين صغار. صراحه ما غاديش نشكر راسي، ولكن ما خايبش انا، ما انا هي المرضكم المرض اخوتي، ما غاديش نوصل لهذه النتيجه هذه. انا الله اللي عالم عليا ماشي لخاطري. اعتذار زعما واحد ما عرفت كيفاش نعبر. المهم اخوتي ما غاديش نعاود نتاح في الغلط ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله غادي نتبع الدواء ديالي، وغادي ان شاء الله غادي الا يسر الله وتجمعت مع الوليدات ديالي غادي تشوفوهم في صوره زوينه.
10 سنين دوزنا فيها الحلوه والمره، ناضلت معايا قاسات معايا بحكم كنت وقع لي واحد الطرد تاسفي من العمل ديالي وبزاف د الحوايج. المهم وقفات معايا ديك السيده لواحد الدرجه ما ننساش ليها خيرها، واخا نتفرق انا وياها وكل شيء، المهم خيرها كبير عليا وما ننساش ليها طول حياتي. عندي 4 الوليدات دابا في المجموع، عندي 4 الوليدات. مؤخرا عاوتاني مرضت مرض نفسي، فما بقيتش عاقل اشنو شنو شنو كندير ولا شنو كنقول. ما نكذبش عليكم، الحاله اللي كنت فيها الله عليها علم عليها، بقيت كنخرج في فيديوهات في قناتي في قنوات اخرين. ما المهم شويت السمعه ديال وليداتي بزاف د الحوايج، ما بقيتش قدرت نقول شي كلمه من هذاك الشيء، وما بقيتش تنشوف شي فيديو من هذوك الفيديوهات. كان مرض صراحه في واحد الوقيته اللي انا ماشي في قوايا العقليه كاملين. دابا الحمد لله تبعت مع الطبيب، كنشرب الدواء دابا، كنتعالج كنشرب الدواء دابا، وليت كنحس براسي شويه مزيان. ما انا ما عقلتش ديك لا بريسيو ولا ما عرفتش شنو كيقولوا ليها، جاتني هكاك ما عرفت ديك الحاله جاتني هكاك. كنغوت كنغوت وكنقول شي حوايج ما كاينينش. المهم عشت واحد انا، واخا عشت الزوجه ديالي واحد العذاب بهذيك الهضره، انا عشت واحد العذاب كثار منها، انني دابا انا محروم من وليداتي، ما كنشوفش وليداتي بعاد عليا. بغيت نجمع وليداتي ودرت الطلاق الشقاق. مؤخرا حكمت لها المحكمه بالطلاق، يعني صافي المحكمه حكمت للصالح ديالها. فدابا انا جيت كنطلب قدام خوتي المغاربه، بغيتهم كاملين يوقفوا معايا باش نرجع وليداتي، ونطلب السماحه من العائله ديالها، لا من قريب ولا من بعيد. صراحه ضريتهم بزاف وكنطلب منهم السماحه بدون استثناء، العائله ديالها اللي كنعرف واللي ما كنعرفش، لا من قريب ولا من بعيد. كاع اللي اديتو بشي كلمه ولا شي حاجه كنطلب منكم السماحه، وخوتي المغاربه كنطلب منكم السماحه، وكنتمنى ان شاء الله توقفوا معايا اخوتي باش نرجع. راه 4 الوليدات، ماشي وليد واحد ولا جوج ولا 4 الوليدات اخوتي. داكشي علاش انا جيت اليوم المنبر ديال شوف تيفي، حكم المصداقيه ديالو والمكانه ديال القناه عند المغاربه، جيت اخوتي باش نصلح الغلط ديالي قدامكم كاملين. انا غلطت في حق مرتي، في حق الوليدات ديالي، في حق راسي، في حق العائله ديال الزوجه، في حق بزاف. يعني صراحه ما كاينش كيفاش نوصف نعبر. ما كذبش عليكم صراحه، ما عنديش كيفاش. بغيت نوصل لكم الفكره اخوتي ديال الندم، شحال نادم انا دابا صراحه، الله اللي عالم عليا. بغيت نقول ليها تسمح ليا وترجع ليا قدام خوتي المغاربه، انا كنطلب منها وبغيت حتى هما يطلبوا معايا ترجع ليا ونرجعوا وليداتنا. والقناه ديالي راه مسحت الفيديوهات اللي فيها كاملين، ما خليت فيها حتى شي حاجه، لا اللي هضرت فيهم بخيب ولا اللي هضرت فيهم بزين ولا اي حاجه، كل شيء حيدته. رشيد شوقي، قناتي ديالي رشيد شوقي في اليوتيوب. درت فيها مقاليب، درت مقلب مع نيبه، مقلب مع نخنوخ، كان محتوى زوين، ولكن مورا فاش مرضت هذيك المرضى وسخت القناه ديالي بهذوك الفيديوهات وشحال من حاجه. ولكن دابا كنطلب السماحه من خوتي المغاربه، وكنعاود نوجه لهم النداء، دخلوا عندي اخوتي ودعموني في القناه ديالي، وراه غادي يكون محتوى زوين، وان شاء الله بفضلكم وبفضل القناه شوف تيفي غادي نرجع وليدات ديالي، وغادي نعاود نجمعهم تحت سقف واحد ان شاء الله، وكل شيء غتشوفوا ان شاء الله على عينيكم في القناه ديال شوف تيفي. شي جوج سيمانات دابا باش حكمت المحكمه بالطلاق الشيخه، ما عنديش الوجه، وواحد الخوف من العائله ديالها لانني ضريتهم بزاف، خوتها صحاب خوتها عائله بزاف. خوتا خدامين وبخير وعلى خير، واحد العائله ما بقاش عندي الوجه اخوتي، ما كنتش في الوعي ديالي. ودابا ملي تبعت التريتمون واحد السيد كنشكرو اللي كاين في فرنسا، هو اللي وقف معايا مسكين وباش وليت نتعالج، عاد حسيت بالغلط وحسيت بهذا الشيء اللي درت، ودابا ندمان عليه اخوتي. وهذا الشيء اللي حتى حد ما غادي يحس بداك الشيء اللي كنحس به انا، واخا يكون اللي بغي يكون، ما غاديش يحس ذاك الاحساس اللي كنحس به انا دابا صراحه. الناس ما كنعش بالدويان، بالدويان ما كنعش، كنشرب فاني ديال الناس وما كنعش. انا ما خايبش، انا صراحه ما غاديش نشكر راسي، ولكن ما خايبش انا، ما انا هي المرض، كون ما المرض اخوتي ما غاديش نوصل لهذ النتيجه هادي. انا الله اللي عالم عليا، ماشي لخاطري انا، تنطلب منهم السماحه قدام المغاربه كاملين، لخوتها والعائله ديالها كاملين، تنطلب منهم السماحه. ودوك الوليدات ما بغيتهمش يعيشوا بعاد عليا، وسيرتو باقيين صغار. لا ما كملش حتى عامين،
صغير صغير ما مكملش عامي، يعني ما بغيتش هذوك الوليدات باقيين صغار، باقي عندي ما نصلح، باقي شويه ما كاين ما نصلح، بغيت نستغل الفرصه ونصلح خوتي داكشي اللي باقي يتصلح، هادشي اللي كاين. ومره اخرى العائله ديالها بزاف، سمحوا لي سمحوا لي بزاف، وكنتمنى تقبلوا الاعتذار ديالي، اقسم بالله الله اللي شاهد عليا، راه ما بالدواء 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 ما كنعش، بالدواء ما كنعش، وبغيت نصور بنظاظر، وحشمت حشمت من المشاهدين ندير نظاظر وشي حاجه، قلت نبان هكا، والله والله ما قادرش ما قادرش نحل عينيا في الشمس، الله اللي عالم. وكنتمنى ان شاء الله هذا الشيء، بغيت هذا الشيء تكون عنده شي نتيجه، بغيت ان شاء الله النتيجه هو نجمع وليداتي والعائله ديالها، ماشي انا غادي ما غاديش نطلب منهم ينساو، ولكن يسمحوا لي، هو بزاف داك الشيء باش يتنسى، ولكن يسمحوا لي اعتذار زعما واحد ما عرفتش كيفاش نعبرها. المهم اخوتي ما غاديش نعاود نتاح في الغلط ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله غادي نتبع الدواء ديالي، وغادي ان شاء الله غادي الا يسر الله وتجمعت مع الوليدات ديالي غادي تشوفوهم في صوره زوينه، والطلقانات ديالي غادي تشوفوا فيها محتوى اللي زوين، بزاف د الحوايج كاينين فلوغات كاين برانكات، كنمشي لبلايص اللي في الجبال، شحال من حاجه كانت بزاف، اي حاجه انا اي حاجه درتها في حياتي كانت السيده ديالي هي اللي كانت توقف معايا، وصراحه انا بلا بها ما بقيتش عايش اخوتي. إذا كيف تبعتي معنا مشاهدينا صورتين نقلنا لكم بخصوص الاعتذار والتسامح، يعني الصورة الأولى تم الاعتذار للمغاربة بصفة عامة على كل ما تعرضوا له من طرف يعني طالبة الاعتذار، والصورة الثانية شخص اللي طلب الاعتذار من الزوجة ديالو لأن كان خرج عليها فيديوهات مسيئة واتهمها في الكرامة ديالها في الأخلاق ديالها في العفة ديالها، وهو في هذاك الوقت كان مرض نفسي، فبالتالي أي فيديو خرج به أو أي تصريح خرج به فهو ما كيعبرش على الحقيقة، وإنما اللي كان خارج الإرادة ديالو خارج الوعي ديالو، دوك الفيديوهات تم مسحهم كاملين من القناة ديالو، وللأسف للأسف الزوجة دار طلاق شقاق، طلقات كاين 4 ديال الأطفال بيناتهم، هو اليوم نتعالج وخد الدواء ديالو، ولحد الساعة راه كيدير كاينه واحد المراقبة طبية للحالة النفسية ديالو، عنده حصة مع أخصائي نفسي في الأسبوع، مني الحمد لله تماثل الشفاء راه خرج باعتذار، لكن بعد ما الزوجة ديالو تعرضت لبزاف ديال المضايقات خاصة من الناس اللي تيقوا الهضرة وبداو كيرميوها بأوصاف صعيبة، وللأسف البعض ولا كيطاول عليها وكيتحرش بها، الأسرة ديالها الأم والإخوة ديالها كاملين قاسهم هاد الاتهامات قاستهم، فبالتالي يعني ولاو كيحسوا بالإحراج قدام الناس قدام العائلة قدام الجيران، ما اضطرت الأسرة أنها الزوجة أنها ترفع دعوة تطليق للشقاق، والمحكمة حكمت لها هذه 15 يوم. البارح الزوج كيطلب الاعتذار من الطريقة ديالو من العائلة ديالها، وكيطلب أنها ترجع ليه، يعني في هذه المساله كيبقى الاختيار دائما للزوجه هي اللي صاحبه القرار، والموضوع ديالنا دائما هو ان التسامح ما كرهناش انه يكون في المعاملات اليوميه ديالنا، ما كرهناش اننا نتحلوا به، يعني كيبقى واحد السيمه واحد الصفه اللي هي زوينه بزاف، واللي حتى عليها الرسول الكريم ايات قرانيه كثيره كتتحث على تسامح، قال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور في سورة الشورى الآية 43، وكيف قلت في الدباجة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قال تعالى كذلك وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يعني الدين ديالنا الحنيف كيحتنا
آيات قرآنية، أحاديث نبوية كتحتنا على أنه يكون التسامح ديالنا، ولو كنكونوا ضررنا، ولو كنكونوا تأذينا من بعض الأشخاص، ولكن مزيان يكون العفو بيناتنا، مزيان يكون التسامح بيناتنا. أكيد العفو عند المقدرة، ولكن من الأفضل أننا نكون نتحلو بهذه الصفات حسن ما نتحلو للأسف الحقد والبغض والكراهية ونزرعوها في وليداتنا، ولا ما تدويش مع هذاك وكون شي جدا ليا واش فعليا. يعني كيبقى هذيك القلوب كتكحل، وكيبقى هذاك الحقد وكيتوارث. يعني من ولد ما كنهضرش مع اختي غنحرش وليداتي، ما يهضروش معاها ولادهم مع بعضياتهم، ما يتلاقاوش ما نتلاقاوش في المناسبات، صافي تما كتبدا بنادم يتفارق حتى كيولي انت باغي تهضر معاه ولكن كيجيك صعيب باش تهز التليفون. يعني الهوه كتكبر. هادشي راه بالخوت، بالازواج، بين الجيران، بالعائله. من الافضل اننا نكون واحد فينا ما فيها بس انه ان شاء الله واحد فينا عفوا ما فيها بس يتصل ويهز التليفون ويمشي. وما كرهناش واحد في الاسره، دائما ودائما اي اسره كنلقى واحد هو اللي كيبغي يجمع، كيمشي عند هذيك يقول لها اجي تلاقاي مع اختك، كيمشي عند هادي اجي ويدي عند جارو ويجرو. بغينا بحال هاد الناس يكونوا في المجتمع ديالنا، وبغينا المجتمع ديالنا كله يكون رحمه وتسامح وعفو ومغفره باذن الله تعالى. وابقى لي مشاهدينا، ودعكم دمتم في امان الله، الى اللقاء.